مر البلية ما يضحك، وربما استبدلتم المفردة فقلتم ما يقهر أيضا. نتيجة للقطات السابقة تحصل الكثير من حوادث السير التي يذهب ضحيتها العديد من العراقيين. حادث مروري بسبب التواجد المستمر أو بسبب وجود قطعان من الجواميس مطلقة هكذا في الشوارع دون حسيب ولا رقيب، هذه المرة في شارع بغداد الذي يربط منطقة القرمة بمركز البصرة. Thank you.